رح يكون موجود، كان بوقتها المدير العام للامن العام العميد ميشيل العمادون. راشيل هلا عم نشوف الصورة بهالأثناء وهو يتوجه إلى الخارج للإطلالة على الجماهير التي تنتظره بالآلاف خارج القصر. صحيح، لأن نحن ما بنقدر نشوف، نحن ما بنقدر نشوف لحد هلا، ولكن مستشار الإعلامي رفيق شليلة توجه إلى صوب المنصة ما يوحي بأنه آل مدعون قد وصل آل مدعون. خلينا نشوف كل أجرال رسالة الكلمة للصورة. مدعون يعتلي هذه المنصة من دون ربطة عنق رمزية، مش بشكل رسمي. إشارة النصر هي إشارة 90 و 88 و 89. تعودتوا تشوفوني بغير بدلة، ولكن الكلمة والفكر ما تغيروا. يا شعب لبنان العظيم، انتم شعبا عظيما وأصبحتم شعباً أعظم. بهالساحة اتلاقينا بظروف كتير صعبة، بس كنا فخورين، كان عندنا كل العنفوان، كان عندنا كل الألم كمان، لأن سقط منا شهداء منضل نستذكرون، اختفى منا ناس فقدوا، وما زال عندنا اليوم لليوم ناس مفقودين من جيشنا، من أحبائنا العسكريين. لذلك ما بيسوى ولا بذكرى وطنية ما نذكرون، ونقدم كل محبة لأهلهم، لكل أم، لكل أب، لكل أخ فقد حدا من أهله. ولكن بدنا نكمل الحياة مع الأحياء. شهدائنا بنذكرهم دائما، ولكن الحياة بدها تكمل وبدنا نبني المستقبل. طبعا هالساحة عرفتكن لمدى سنتين وما تركتوا أبدا بأحرج الظروف، ولكن مع الأسف لعبة دولية كبيرة هي اللي انتصرت علينا وتركت الجنود غير اللبنانيين يقتحموا بلدنا. أنا لما استلمت الحكومة كان لبنان 20 شقفة، كان لبنان السوري ولبنان القواتي ولبنان الاشتراكي ولبنان الفلسطيني ولبنان الأملي، كان عدة لبنانات موجودين، ولكن نحن لم نحارب اللبنانيين، ولا كان هدفنا الوصول للسلطة، كان هدفنا نعطي الحرب معناها الحقيقي، كان الحرب من أجل حرية وسيادة واستقلال لبنان.
لأجل هالهدف نحن ما حاولنا ولا مرة نتجاوز خطوط التماس، لأنه ما كانت أرضنا موجود عليها وقتها غير اللبنانيين، إن كان بسوق الغرب أو بخطوط التماس ببيروت أو أي جهة كانت. لذلك ما تجاوزناها حتى نحتل أرض أو نحتل بيوت مواطنين لبنانيين، لأننا كنا نعرف أنه القصة ما بتنتهي إلا بالحوار، لأنه لو احتليناهن شو كنا ما نعمل فيهن؟ كنا ما نحاورهن. لذلك ما كان في فهم لهالموضوع، وضل الوطن مشرزم بالرغم من إعلان حربنا للسيادة والحرية والاستقلال. واستفاد الغريب من هالوضع حتى كمل حرب علينا، وما بذكر إلا الطيران بيحمي بعضه طبقة فوق طبقة، طيران غريب ما بدي سمي لأنه ما بقى في عندي سبب سمي هلأ. وكان عنا ظهرة من هون ما كانت ذليلة، بالعكس خسرنا المعركة ما انسحقنا. ضلينا واقفين وراسنا مرفوع، ورحنا من هون وبعدنا عن لبنان، ولكن كمان ما توقف نشاطنا، ضلينا جاهد. وساعتها خلصت مرحلة النضال المسلح وبلش النضال السلمي، يلي بدأوه الطلاب، يلي بدأوه اللبنانيين. وكانوا كنت دائماً وصيهم إنه لا عنف في تظاهراتكم ولا في سلوككم. وهيك 15 سنة مضيوا ما انكسر إزاز على يدهم، وهيدي كان أكبر امتيلة لأكثر الشعوب متحضرة وليس للمتخلفة. يمكن ظنوا الجميع إنه فيهم يكبتونا، ولكن ما حدا قدر، لأنه الحرية والكرامة هي من قيامكم الداخلية ولا يمكن أن تنتزع. وما زلتوا محافظين عليها لهلأ، ورح بتضل فيكم لأن إرث لبناني تكون من خلال عصور. لجأنا إلى الجبال الوعرة حتى ما يوصل لعنا حدا ويقدر يحكمنا ويقدر يزلنا. واليوم نقدر نوقف بكل عزة بكل عنفوان قدام الناس قدام الشعوب كلها، لأنه رجعنا صنعنا وحدتنا الوطنية، واليوم منا نبلش مرحلة تانية، مرحلة بناء الوطن. رجعنا بعد ما أنجزنا نشاط كبير بكل العالم وأسسنا للتيار الوطني الحر يلي هو صار إرثكم أنتو بكل بلاد العالم، بأستراليا، بكندا، بالولايات المتحدة، بإنجلترا، وبكل بلدان أوروبا، وبالمدن الكبيرة، وكمان بأفريقيا. لذلك
كل شعرة منكم تنمس، كل بلاد العالم بده يهتز قلبها معكم. نحن اليوم أمام مشروع كبير، وصولنا لرئاسة الجمهورية ليس الهدف، الهدف أن نبدأ بنيان وطن قوي، وبناء الوطن القوي هو بوحدته الوطنية يلي منا نعززها أكثر وأكثر. ولكن الوطن القوي بده دولة قوية تديره، والدولة القوية هي اللي بتنبنى على دستور بيحترموه السياسيين، كل السياسيين، ما في راس رح بيخرق سقف الدستور من هلأ ورايح. بلبنان كمان كنت دائما ردد قول للكاتب الشهير ميشيل شيحة، اللي كتب وساهم بوضع دستور لبنان وكتب كتير، كان صحافي كمان كبير، قال: من يحاول السيطرة على طائفة يحاول إلغاء لبنان. لبنان بني على الوحدة الوطنية يلي هي بدها تعطينا القوة في وطننا والتزامنا تجاه أرضنا واستقلالنا. لبنان، الشعب اللبناني بده يحترم القوانين يلي هي العقد بين اللبنانيين يلي بتحفظ حقوق اللبنانيين، وبده تسهر على اللبنانيين عدالة وقوى أمن غير مسيسين وغير تابعين للقوى السياسية، إنما هن مؤتمنين على احترام القوانين وفرض احترام القوانين. وهيك فيكن تناموا وبيوتكن مفتوحة، منو شعار فارغ. نطرنا مشروع كبير أو مشاريع كبيرة، نعرف أن المجتمع اللبناني عنده حاجات بدائية غير متوفرة لحد اليوم، أسقطوا هالمشاريع ووقفوها، وكان في هناك كيدية سياسية تعرقل عملنا، وعنايت مشاريع الكهرباء والماء وبالطرقات في بعض المناطق. لذلك أول شغلة بدنا نعملها هي تأمين هالحاجات هيدي وبالسرعة الممكنة. استثمار الموارد الطبيعية يلي هي بدها تغنينا عن الاستدانة، يلي حطتنا في عجز مادي، وبالسرعة المطلقة لازم هالأمور تصير حتى تحسوا بالانفراج الاقتصادي
وترجع يرجع لبنان مزدهر مزدهر، لبنان منفتح على العالم وخصوصا على العالم العربي. فإذا الأمال كبيرة والإرادة متوفرة عند كل اللبنانيين، لذلك مش بس وصلنا على السلطة، وصلنا على السلطة بخطط تنموية، ونحافظ كمان على استقلالنا وسيادتنا وحريتنا، ولن نكون مرهونين لأي بلد آخر، وهيدا أهم شيء بحياتنا، إنه نحن منتدبر شؤوننا ومنتعاطى مع الآخرين بكل صداقة وبكل محبة. يعني استقلالنا وسيادتنا منا عداوة ولا خصومة مع الدول الأخرى، لا بل صداقة صريحة وقادرة على احترامها، لأنه منكون تخلصنا من التأثيرات الخارجية. بالآخر طبعاً إذا بدي أعددكم، مشاريعنا كثيرة وأمالنا كثيرة، ولكن كمان أنتوا أيضاً عليكم مسؤولية كبيرة، لأنه النظافة هي من سقافة، نظافة الكف كمان هي سقافة، والسياسة كمان هي سقافة. سياستنا ما لازم تضل سياسة الشائعات والفساد، كلهم عملوا هيك، ليش أنا ما بدي استفيد؟ الفساد سيصل، والبيئة ستعود نظيفة، الفساد سيستأصل، والبيئة ستعود نظيفة مهما كلفت. وهلأ بدون ما أكرر كل شيء بدنا نعمله، بستودعكم لحتى أراكم بمناسبة تانية. عشتم وعاش لبنان. Thank you.